السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. مرحبا بكم اليوم معنا في فيديو جديد ان شاء الله. اليوم غادي نزورو محل كاديزي اللي معروف بالاثاث ديال الدار. فيه زرابي، فيه واني، المعن، كل واحد شنو كيقول لهم. وان شاء الله غادي نزوروه. بقاو معنا. كان كاينين هادو نبداو بهم. هادو بحال اللي شفنا في المحل سيناهم، هادو كيديروا 1 يورو. كاينين هادو كيديروا 9.90 يورو. هادو كاينين على هاد الشكل، فيهم 6 د الكيسان مع الطبيصلات ديالهم. وهادي ديري فيها السكر ولا شوكولا. هادو كيديروا 4.95 يورو. كاينين هادو عاودو ديال الدسيغ، هادو كيديروا 6.95 يورو. هادو كيديروا 1.10 يورو جزاج كما كتشوفوا، كبير. نتمنى انا نصور لكم لو ماكسيموم باش تعرفوا، باش تاخذوا فكره، باش اللي محتاج شي حاجه يجي ياخذها. كاينين هاد القريعات هادو ديال الزاج كيديروا 2.25 يورو، جوج بجوج اورو 25. كاينين الشكلات ديال الكيسان، هادو يكونوا كيسان ديال الماء ولا كيسان ديال العصير. هادو كيديروا 4.95 يورو، 6. كاينين الكيسان ديال اتاي، الكيسان ديال اتاي كيديروا 5.95 يورو.
كاين عندهم هاد الآلة هادي هادي البلاستيك اللي كديري بها بحال لاباط ديال الكيك وكتخوي في لو مول. هادي كدير 3 أورو 90. هادي عملية. هاد الفيديو ان شاء الله غادي يكون فيه الموسيقى بزاف، حيتاش فاش كنت تما في سور بلاس كان دايرين موسيقى اللي ما نقدرش نحط في يوتيوب، الا حطيتها غادي يصيفطوا لي انذار. لهذا الفيديو اضطريت نحط فيه الموسيقى في الفيديو باش ما تكونش عندي مخالفه. ونتمنى يعجبكم الفيديو وتكونوا خديتوا فكره على شنو كاين في المحل. دوماج الفيديو كان فيها الموسيقى في المحل، كانوا طالقين الموسيقى ما قدرتش نتعود معاكم في خاطري، حيتاش في الفيديو هضرت وشرحت لكم شي حوايج وعودت معاكم بحال لي فوتوي اللي كانوا بيج عجبوني بزاف، كانوا كونفورتابل. وحتى هاد ليلي كاينين الكبار وكاينين الصغار، اثمنه مناسبه اللي تاهم عجبوني وأتمنى زعما في متناول الجميع. والمحل كان زوين كما شفتي، وسلعه في متناول الجميع، ماشي شي غلا كتير. وخليكم معنا. Oh,
وحتى هاد الفرارن هادو كاينين في الكبار، في لي تاي كاين الكبار كاين الصغار. الاثمنه جاوني مزيانين مزيانين صراحه. الاثمنه كانوا الفرارن، كانوا البوطات هكا دي بوطاغاز، كانوا بزاف ديال الالات، ولكن بحكم الفيديو ما بغيتوش يجي طويل بزاف، صورت غير الحوايج هكا اللي يعجبوكم و تستافدوا منهم. زعما الا كان الواحد باغي يشري شي حاجه من هاد الشيء يمشي وهو عارف الاثمنه ديالهم، وسورتو عارفه البنات شنو يبغيو. وهنايا مشينا لدوكس، غادي نديروا واحد الدوره ان شاء الله في ميزون دو موند، تشوفوا معايا الاثمنه اللي نقصوا التخفيضات اللي كاينين، تشوفوا لي سول اللي كاينين في ميزون دو موند، وخليكم معنا. شكرا بزاف على المشاهدة، وإلى الفيديو المقبل، مع السلامة.